يعني طافة، عايشين حياتنا ما بين الأخوة والصداقة، بس كثر القلق والهم خر الشباب البوم بوم بوم بوم. شباب البوم يا ضحكة والبسمة دايما مرسومة على هالشفاه، نرمي كل حاجة تضرنا ورا ظهورنا وما ننساه. شباب البوم دايما للطاقة هم عنوان، للخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان. بنا شباب البوم. خالتي تشوفهم، أنا دخلت بمتشان وهمبو، تقول بواحد هناك بالزاوية ناظرا، واثنين منهم علقين بالمروحة، واحد منهم وجهه كذا سايح. كفاية بالله عليك كفاية، عشان كذا ما أحب أطلع معاكم بالراد، خروجكم تخوف. شكوش وش فيك خايف؟ تراهم مثلنا. مثلك أنت وأشكالك. أنا مرة قابلت الجنيات. بعدين أنا مرة قابلت الجنية. هذه حقتي. اي صح، انا مره دقت علي جنيه يا عيال. الو هلا وش تبي؟ سم يبا سم ابشر. لا ابشر الحين اجيك يا ابوي. جو الرعب ده ما ابغى. تركي شايف هذول؟ كل ما نطلع البر ويجي الليل يتكلم عن الجن على الحنشان. يا ابن الحلال خل اقول لك سالفه بعد. شف انا قاعد اذبح الذبيحه ذي واصرخها واسمع صوت. اسمع صوت الظاهر انه طالع من الذبيحه شوي. لو يهو لاحق على اهلك اتعشى وبعدين جيب لهم الغاز. لا يا شيخ، تبين اسحب على اهلي علشان عشاء؟ تبطي والله. أوصلك. ما يحتاج يا ولد العم، سهالات. فمان الله يا عيال. فمان الله. موفق. وصلني معك. وين؟ قدام شوي. انت وش جابس في الخلا هنا يا خاله؟ ما تسمع صوت الذيابه؟ ما عاد بعد ذيابه. ظهر انهم راحوا خلاص. وقف قدام هناك وقف. ابشر اوقف هنا خلاص. طيب اي هنا هذي فينا. وقف خلاص وقف. طيب الحين اوقف. شكرا انقذت حياتي. العفو ما سوينا شيء. خلاص امشي. دقيقه لازم اكافئك. ما يحتاج انا بستر. خذ ازرع هذه، راح تنبت لك احلى نبوت سيف ما قد ذقته بحياتك. فاضي انا. وش قلت؟ لا انا اصلا اموت لنبوت سيف. احب حتى ابوي كل يوم ياكل 10-15 تمره. خلاص اخذها من البيت. شكرا ما قصرت والله يا خالد. تبيها تنبت ذهب؟ يا عامر غير صوت الغاز. سمي بو.
هذه دبة الغاز اللي رجعتوني من آخر الدنيا علشانها. عسى ما خربنا عليك الكشتة بس. لا 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 عادي، تمرون أمر. وش ذي الريح؟ مو عاد ريحة، يمكن الغاز في تنسيم. لا ما هي ريحة غاز، هذه تشبه ريحة الذهب. ذهب؟ النخلة. قلت لكم بلاش من الحكاوي دي في البر، ما سمعتوا كلامي. ها ارتحتوا؟ شوفوا خويكم اتجنن وتهيأله انه قابل جنيه. لا زدك من الشعر بيت، قال لك ايه عدته نخله تطلع ذهب، تخيلوا نخله تطلع ذهب. ما عندك نخله تطلع فلوس. عامر سالفتك دي ما اقولها الواحد في التمهيد يا شيخ. على اساس كلامكم ذا بياثر علي؟ اقول دزها بس انت وياه، لعلكم ما صدقتوا. يا عامر يا اخي معقوله؟ معقوله فيه انخلب هالدنيا تطلع ذهب؟ طايح بفلام كرتون انت؟ قايل لك انا اوصلك ما طعت انا. كلها سنه او سنتين والنخله دي تطلع ذهب. ويسقدون عيال 24. لا 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 على شرط شرط يكون الذهب برحي. يبا سم، قد سمعت عن نخله تطلع ذهب؟ انخله ما تطلع الا ذهب وهذا هو. لا لا انت فهمتني غلط، ما اقصد تمر، اقصد ذهب. ذهب كان في يوم من الايام التمر هذا اغلى من الذهب. حدي نظر ما بغيت اكثر. حدي نظر. اقول عامر صباح الخير. صباح النور، ايش عندك انت بعد؟ كني أشم كذا من البارح ريحة ذهب جاية من استراحتكم، إيش السالفة؟ حتى أنتي سالفة الحريم مع ريحة الذهب. أقول مو بشغلس ها؟ دزيها دزيها بس استراحتكم. ملت عليك. هلا بعامر. هلا وغلا. مرحبا انبطة ولا الله عمرك. اتفضل. يا هلا يا هلا يا هلا، نورت الاستراحة والله. نور نور. أرحبا السالفة يا عيال. احنا بصراحة يا عامر حسينا ان احنا كسرنا خاطرك وزعلناك امس بصراحة، يعني قلنا نراضيك بهالذبيحة الزينة. سم تفضل يا عامر. هي بس انا ما غسلت. جبنا الموية اللي عندك، اتفضل غسل يدك. بس بروح الحمام وجه. ولا تعب نفسك حبيبي، تعال تعب ولا اي شيء. ها تفضل. الى عندك تفضل. تأخر بس. الحين عرفت ليش جايبين لي مفطح؟ شفت الذهب وجايين تسقونه علي؟ مخفة انا عندكم مخفة؟ يا ابن الحلال ما حد قد قال انك مخفة، وش فيك انت؟ يا اخي احنا اخوياك زملاك، بيننا عشرة عيش وملح. الحين اخوياي ها؟ اقول دزها انت وياه، ما لكم شيء عندي. كيف ما لنا شيء يا ابويا؟ الاستراحة دي كلنا قطينا فيها، واي شيء فيها يخص الجميع. وش دخل يا ابوي؟ النخلة دي انا اللي جايبها. بس انت جايب الاستراحة، واستراحة كلنا قطيناها به. ايش فيهم العيال يصارخون؟ شكلها قبعت بينهم. لا 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 اكيد متطقين على البلوت كالعاده. لا 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 وضعهم مو طبيعي، حتى لما شفت عامر قدام الاستراحه كان متقروش، كلمته سحب علي. صدقوني وراهم شيء ولا انا ما افهم. اسكتوا بنات خلنا نسمع وش قاعدين يقولون عشان نفهم السالفه. صح صح معي. لا تنسى ترى الاستراحه باسمي. ايش دخل يا ابوي؟ واذا الاستراحه باسمك تاخذ النخلة؟ ابى ابلغ عليك الشرطه. وإذا كانك تبيها تقبع بيننا سوها إذا أنت رجال. وش تبون مني؟ سهلة نتشارك. خلاص خلاص نتشارك، أبعطي كل واحد منكم تمرة. الله يعطيك العافية يا عامر. عموري حبيبي تدي كل واحد تمرة، يا أخي إحنا أصحابك وكذا، خليها حبتين. أوكي أوكي تمرتين بس بشرط. أيوه
كذا حبايب، يلا وش شرطك؟ استروا ما واجهتوا وتتناوبون على حراسة الاستراحة والنخلة. تم. هلا صلوحي، كيف حالك؟ هلا آمر. والله فاضي ما عندي شيء، قلت أجي أصك معكم بلوت. عيال بس صراحة اعتزلوا البلوت نهائيا، واستراحة بكبرى قبلناه. قبلتوها؟ طب ما دام قبلتوها ورق جالس كذا ماسك خفارة. يا كلنا الجردية اللي تقبلها شارط علينا حرس لين ياصل. صارت المعلومة؟ وصلت المعلومة. طيب ما في عشاء؟ لا لا ما هنا عشيات. يلا يلا ما في شيء. يلا سلام عليكم. تنك بهذه الطريقة أو الطريقة الثانية إنك تضرب كل قوتك على ظهر الرضيع لين ما يكسر. يا جماعة في أبسط الطرق نتصرف إذا كان الرضيع مخنوق. شوف معايا، إذا ظهرت مؤشرات اختناق الرضيع، أول مؤشر إنه ما عنده تنفس بسهولة، ثاني حاجة ما عنده صوت، وثالث شيء كمان اختلاف ملامح الوجه واللون. وش فيك قاعد هنا؟ ليه؟ الواحد ممنوع يجلس عند استراحتهم؟ لا لا ما قلنا ممنوع ولا شيء، بس معليش ما لكم حس اليوم وأمس أصواتكم عندنا بالاستراحة. يا ليل القلق، صارخنا؟ ليه تصارخون ازعجتونا؟ سكتنا؟ ليه تسكتون؟ سلامات مسؤولين عننا أنتم؟ خلاص الاستراحة محولينا على الصامت اليومين، والدردش قلبناها على الواتس، عندكم مانع؟ بنات امشوا ذا نفسية. أقول دزيها بس. المشكلة يحرسونها ليل نهار بس ما حد منهم راضي يقول شيء. أنا أعرف مين بيعطينا العلم، بس خلي وردية حراستة تجي. وين رايح أنت؟ أبغى أروح معاكم. لا 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 يا كفتة، أنت خليك هنا، وجودك معنا زيادة قروشة، أحرص الاستراحة. لا تخاف، كفتة عيونه مفتحة. كفو والله يا كفتة، يلا احرصها زين. ها طريق السلامة. ياوة كفاتي، كيفك؟ هلا 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 مي، أنا بخير. أوه طالع كشخة ورز اليوم يا كفتة. ما جبت حاجة جديدة، هذا ستايلي. يا زين الزين. بس أقول كفتة، أعلمنا وش قاعدين يحرصون الشباب كل يوم. لا 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 لا، أنا ما أقول لحد، لأنه أنا يسموني كاتب الأسرة. كفتة تكفى علمنا، حنا جيران وانت أحلى وأعز جار عندنا، علمني يا كفوتي. يا روح كفوتي، أقول لكم ما تقولوا لحد. إيش دعوة كفتة، ما رح نعلم أحد. هيا هيا تعالوا، عندنا نخلة تطلع ذهب. نخلة تطلع ذهب؟ ياوة ما صدقت ما صدقت، أنت كذاب. أتحداك تورينا إذا أنت صادق بكلامك. أنا كاذب؟ ها؟ عشان تصدقوني؟ هيا تعالوا أوريكم النخلة اللي تطلع ذهب. هيا السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت هذا ذهب. ذهب عيار 24. كم قيمتها؟ من 20 إلى 23 ألف ريال. أم 23 ألف ريال. شف شف شف، ضبطنا في السعر، ترى عندنا تمر كثير ونخلق. شف لا قل له. ها قل له قل له. أو لا 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 تفضل تفضل. عندكم وصل شراء لها أو فاتورة؟ وليش فاتورة؟ هذا الذهب معك. بس شكلها غريب، أنتم من وين جبتوها؟ هات هات التمرة خلاص، نبي نجيب الفاتورة ونجي.
انت خليك هنا لا تروح. الله ذهب بنات بنات ذهب عشان تعرفون كفته ما يكذب. لا حول ما حد راح يشتريها منا الا بفاتوره. كل ما وديناها محل يقول من وين جبتوها من وين جبتوها. هذا اللي ما حسبنا حسابه. يا ابوي الجنيه حقتك ما قالت لك كيف تبيع الذهب؟ لحظه لحظه يا لحظه وين كفته وين راح؟ يمكن راح الحمام. البنات هاجموا انه دخلوا غصب عني. سلامات انتوا اياها. وش عندكم هنا؟ يلا برا برا برا. ترى صورت النخله بجوالي ثانيه واحده انشرها واخلي العين عليكم. ابشروا بعزكم اعطيكم كل واحده منكم تمره ذهبيه. لا سلامات تمره يا القعيطي. ايه هالتمره هالواحده فوق 20000 ريال. تبون ولا دافلجوا؟ لا 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 ما ماني بندفلج. خلاص دام تمر بعشرين ألف أكيد أكيد نبيها. بس بشرط ساعدونا في حراسة الاستراحة يا بنات. تم. أنت بنت أنت ياوة إيش؟ لا 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 الآن أبوزع المهام. أنتم تسمعون كلام شكش بيقعد معكم هو كفتة أوكي؟ وأنتم يا عيال أمشوا معي. يلا يلا يا عيال شكل الصندوق هذا يسوى له حوالي مليون مليون إلا مليون. قل ما شاء الله ما شاء الله يا أخوي. أنت شفيك أنت والحين ذي بفكرتك المخيسة على أساس أن الجنية بتنتظرك للحين؟ يا أبوي أنت وش عرفك؟ لا عندها لا مدرسة ولا دوام. بعدين ما حد يقدر يصرف لنا الموضوع إلا هي. أنا صراحة أشوف كلام عامر مزبوط صراحة. خذ الصندوق طال عمرك نعطيه إياه نقول أعطينا بدالة كاش 500 بالزر. طيب متأكد إن هذا المكان؟ إيه ابن حلال متأكد. رايضين أنتم؟ أنت خلك ساكت أنتو عزوز. خلاص يا أبوي نبي نوصل. شكل هذه خيمتها. نزلنا. حياك الله يا ولدي. تفضل. ما قدرنا نصرف الذهب. قلنا ما لنا الا انت تدبرينه. حمص جنية خلاص خذي الذهب واعطيني بدالها فلوس. بسيطة يا ولادي بسيطة. كنت عارفة انك بتجيني وجهزتها لك. تفضل. ابوك الجدية البطلة. سمي. يعني نمشي عادي؟ ايه. يا عامر يا عامر اخيرا اخيرا حنلعب بالفلوس. اقول يا عامر انا اشوفك اخذت الدراهم لا عديت ولا شيء مدرع. عدوا الفلوس خلنا نشوف نصيب كل واحد فينا. سوي تلعب علي يا السبك انت وياه. انا اللي جبت انخله وانا اللي دبرت الفلوس. مالك ولا شيء عندي. انت تتكلم جد ولا تستهبل؟ لا لا قلت عمي عارف انا طقطق. يا ورع انا ما طقطق كلامي جاد. يلا مع السلامه. عامر احنا اصحابك في الاستراحه لا تنسانا. لا تستعطف لا يكون بعد البرق قاطين فيه. وباسمك يا ياسر دزها انت وياه دزها. Ha ha ha!
أقول شو السالفة؟ أخوياكم نام صراحة ما رجعوا. إيه آه جودي، دقيت عليهم جوالاتهم مقفلة. اسمع ترى إذا زرفتونا والله لنبلغ الشرطة. إيه تحسبونها فاضة؟ وياك عشان الفلوس خيرتك بين الماء والتمر والسيارة ولا الفلوس. متعادلين يا عامر، انت انقذتني من ذيب الخلا وانا انقذتك من ذيب الجشع. ها يا قلق العيال وصلوا اخيرا. أيوه.